أقامت هيئة التميز والإبداع حفل تخرج الدفعة السادسة من طلاب البرامج الأكاديمية للعام الدراسي 2020-2021 في دار الأسد للثقافة والفنون، حيث بلغ عدد الخريجين 39 طالبا وطالبة تخرجوا من المركز الوطني للمتميزين. نحن مسرورين ونفتخر بتخريج دفعة جديدة من طلاب البرامج الأكاديمية في هيئة التميز والإبداع. هن حقيقة الدفعة السادسة، طبعا سبق وتخرج عنا 5 دفعات، بلشوا بمرحلة الإيفاد لدراسة الماجستير والدكتوراه، وهي الدفعة السادسة رح تلتحق فيهم إن شاء الله بالقريب العاجل ليكملوا بالجامعات الأجنبية دراسة الماجستير والدكتوراه. طلابنا المتميزين يبدأوا دراستهم من الصف العاشر حتى نهاية المرحلة الثانوية، طبعا شهادة مستقلة عن الشهادة الثانوية، مستوى علمي عالي جدا. طبعا هن بيتبعوا لمركز البحوث العلمية في دمشق، طبعا جزء منهم بيدخلوا ضمن برنامج الميكاترونيكس. مجموعة متميزة من المتميزين، في عنا 14 طالب راح يتخرجوا أو تخرجوا السنة. بصراحة كانوا من خلال طبعا الفترة المرحلة الجامعية، مروا نحن عنا بجامعة تشرين بعد دراستهم بالمركز الوطني للمتميزين، بتوقع اكتسبوا مهارات رائعة جدا، وبدهم يكونوا أكيد بالمستقبل مجموعة متميزة من الباحثين. رحلة طويلة بلشت أول شيء مثل ما قلتي من مركز المتميزين، قضينا هناك 3 سنين، كانت هي هون بداية الرحلة أو الخطوات الأولى لإلنا لصقل شخصية المتميز وبداية طريقنا بهذا المشوار. بعدين انتقلنا لمرحلة البرامج الأكاديمية اللي هي مرحلة دراستنا الجامعية، درسنا بالبرامج المخصصة لنا كخريجين طلاب متميزين. طبعا كانت هي رحلة كتير غنية علميا واجتماعيا وثقافيا ومن كل النواحي، واليوم هو ختام هي الرحلة، يوم تخرجنا، اليوم اللي حنكون احنا وصلنا الرسالة بنهاية هدول المرحلتين، وإن شاء الله حنكون ببداية خطوة لمرحلة جديدة هي مرحلة الدراسات العليا والإفادة الخارجي. بحب أوجه رسالة بس للطلاب الجداد، للأجيال اللاحقة، انه بيشتغلوا على حالهم، يكونوا امل للبلد، يكونوا ورانا، لانه نحن يعني استلمنا الرساله من قبل من زملائنا الاكبر مننا، وراح نسلم الرساله للي بعدنا. بنتمنى يستلموها ويكفوا شغل وتعب كرمال انه نرجع نعيد بناء بلدنا الحبيبه سوريا. لحظه يعني لا توصف، هي كتير كتير حلوه، هي جهد 8 سنين نحن عشناها هون. اول لحظه منهم او اول مرحلة منهم كانت بالمركز الوطني للمتميزين، 3 سنين اللي قضيناهم وتخرجنا منهم من مرحلتنا الثانوية. المرحلة اللي بعدها كانت رحنا على برنامج الميكاترونيك للمتميزين بجامعة تشرين، قضينا 5 سنين كانوا حلوين صعبين، كانوا يعني ما بينوصفوا عن جد. وهلأ هي اللحظة اللي تخرجنا فيها، وإن شاء الله بدنا نكمل ماجستير ودكتوراه. شعور بالفرحة العارمة أكيد، لأنه يعني هذا ختام مشوار طويل بصراحة بالجامعة. العلوم الطبية هي كانت عائلتي الثانية بعد الأولمبياد طبعا والمركز الوطني للمتميزين. النهايات الناجحة لا تكتمل إلا بتحويلها لبدايات هامة نبدأ معها بارتقاء معراج العلم لمستوى جديد ينقلنا من التأسيس إلى البناء، ومن المعرفة إلى البحث والعمل.